هو مشروع الحياة، مشروع عمر. أي واحد مننا ممكن يقصر في قراءة القرآن، ممكن يقصر في قيام الليل، ممكن يقصر في ذكر الله عز وجل، ممكن يقصر في اتباع الجنائز، ممكن يقصر في عيادة المرضى، لكنه يؤدي الفرائض، يؤدي الفرائض بس أعماله ضعيف، يريد عملا يرفع به في الآخرة، عاوز عمل، أنت عاوز شيء كده يدفعك إلى أعلى الجنان. اليتامى والمساكين مشروع عمر يغفل عنه كثير من الناس. فعلا إن أنت تشوف لك يتيم وتكفله، أرملة مع أيتامها وتكفلها، تشوف لك مسكين وتكفله، والله مشروع يغفل عنه ذوي الأموال، يغفل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كايه؟ كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم، يعني في منزلة عالية جدا بسبب كفالتك لليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. نفسك ما بتصومش صيام تطوع، نفسك بتضعف ما بتستحملش الصيام، طبيعة شغلك صعبة ما بتعرفش تصوم، نفسك تقيم الليل وتكثر من القيام والركعات والسجود، مش عارف، مكسل، نفسك تجاهد في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. في قصة سمعتها من أحد الدعاء، يعني رأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له يعني اذهب إلى المكان الفلاني وإلى بيت فلان، وإلى بيت فلان، وبشره أنه رفيقي في الجنة. فانطلق الرجل إلى الحي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه له في الرؤيا يعني، ووصل إلى سأل في حد هنا اسمه كذا أو كذا يعني، فوصفوا له البيت، هو بيقول يعني فخبطت على البيت، فطلع لواحد عادي يعني، يعني لم يرى عليه علامات الصلاح، يعني حتى هو يقول حتى علامة الصلاة مش في وش، إن كانت علامة الصلاة في الوش علامة على الصلاح يعني، وإلا ففي ناس علامة الصلاة هنا إيه كده هو، ولا ترجو منها الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يعني جئتك ببشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويبشرك بأنك رفيقه في الجنة. فبكى الرجل بكاء هستيريا، فضل يبكي. لما هدأ الرجل يعني ويعني سكن، قال له يعني أخبرني يعني ما الأمر، إيه القصة، حكايتك إيه يعني. فيعني قال له والله يعني أنا لا أفعل شيئا إلا أني محافظ على الصلوات، حافظ على الصلاة، ما أنه لا أضيع الصلاة. طب أنت شغال إيه؟ قال سائق، سائق براتب شهري. فيعني ازدادت حيرة الرجل، سائق براتب شهري. فيعني قال له هل لك سر بينك وبين الله؟ فبكى، فضل يبكي، فتح في البكاء. فقال له يعني لي عمل أرجو به الجنة. فيعني قال له ما العمل؟ فأخبره أن كان له جار توفي هذا الرجل وترك أرمل أما وأولاد. فهو بيقول فمنذ أن مات الوالد وأنا أشاطرهم الراتب، يعني ده شغال سائق براتب من يوم ما أبوهم مات وهو بيقتسم معهم الراتب. فالشيخ فضل يبكي معاه وبكوا هما الاثنين، وسبحان الله. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فده مشروع عمر، أنت تستطيع، عندك وفرة في المال، أكفل لك أكفل أيتام، أكفل أرملة بأولادها، اعمل لنفسك شيء فعلا، ما أنت هتموت وهتسيب وراك، والله لا تسيب. طب خلاص يعني بدأ أسرة، أسرتين، اعتبر نفسك عندك أسرتين وأكفلهم، وأكفلهم كفالة تامة لا تحوجهم إلى غيرك، يعني إن استطعت.
إن استطعت ذلك، وإلا فبما استطعت، وإن لم يكن معك فبنيتك. يعني أنت ما ممكن يكون واحد ما هوش فلوس مش عارف يكفل، لكن بنيته يؤجر إن شاء الله عز وجل. طبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ذلك، أن رجل كان عنده مال وعلم فكان يسلطه في الخير، ورجل عنده علم وليس عنده مال، فكان يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. يعني أي واحد مننا حاليا ينوي أن هو لو ربنا أعطاه هيكفل أرملة وأولاد، هيكفل أيتام، انوي وكسر النوايا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فده مشروع عمر، مشروع حياة، وكثير من الناس يغفل عنه فعلا، ويتركون الأرامل والأيتام، يتكففون الناس في الطرقات والله. ومنهم من يبيت بغير عشاء، ومنهم من يبيت بغير عشاء.